الخليفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. ما النهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول؟ بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول. حدث حذيفة بالذي قال الرسول، قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. أحذيف قد سألوا الرسول جميعهم عن كل خير دون ذكر للأفول، فسألته خوفا وحرصا بالغا، هل بعد هذا الخير من شر يحول؟ فأجاب إيه، ثم أوصى بعدها، إلزم بما لك لا تحيد عن ذي الأصول، إلزم إمامك لا تحيد عن ذي الأصول. اقعد إذا قامت أمامك فتنة، لا تمشي لو سارت بظلمتها عقول، لا تسعى فيها أو تكون مستشرفا في ساحة الفتن التي بدأت تصول. إن استطعت النفع دعها واعتزل، واعضض على شجر وذا خير الحلول. حذيفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. يا من يرجى أن يوقى فتنة ويعيش في حصن حصين لا يزول، إلزم كتاب الله والنهج الذي من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول.